شخصيه ما اللي خلت النجوم الكبار دول ياخدوا بالهم ويقعوا. انت بتكلم واحد بحجم الشيخ طه، واحد بحجم الكابتن شيحته، كابتن الوحش واقف بيتفرج مستمتع بمين اللي بيدرب، كابتن سمير قطب رحمه الله، في نجوم كبار، نجوم انديتهم ونجوم منتخب مصر. معانا نجم من النجوم الكبار على الهاتف، واحد من اساطير الرياضه والكره المصريه، واحد من اساطير النادي الاهلي، من نفس الجيل ونفس السمات، وزي ما بقول لكم دايما دققوا في لوجو النادي الاهلي، هتلاقوا كل اساطير النادي الاهلي بتاريخه بعظمته شايفين خيال النجوم دي موجوده فيه. اكيد سعيد ان كمان بستقبل واحد من اساطير النادي الاهلي، الشيخ طه اسماعيل، مشرفني ومنورني واحنا مع الاسطوره الكبيره الكابتن طه الطوخي. الو الو، السلام عليكم يا شيخ طه. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ايهاب الخطيب مع حضرتك، وتحيات كابتن طه الطوخي. ما اعرفش بقى حضرتك سمعتني وانا بقدم حضرتك ولا لا؟ لا انا سامعك، انا بادي الحلقه طبعا، انا عارف طبعا الحلقه دي يا حبيبي واخويا وزميلي ويعني زماله في الدراسه ومحبه وصداقه طول العمر، وكنا دفعة واحدة والسرير جنب السرير. وكابتن طه الطوخي عشان ادخل في الموضوع على طول بسرعة، اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. كان عنده يعني كان عنده مواهب تدريبية منذ الصغر، ولذلك واحنا طلبة وحتى في النادي الاهلي، وكنا طبعا كان كابتننا كابتن صالح سليم وكابتن رفعت فناجيلي وزملائي كلهم الكبار، عادل ايكل وطارق سليم وكل الاسماء الكواري، مش عايز انسى حد، الجميع يعني الاحياء منهم ربنا يسعدهم ويديهم الصحه، والاموات ربنا يرحمهم ويحميهم. ومع هذا هو برغم ان هو كان طالب بسملنا وكل حاجه، لكن كان عنده المواهب التدريبيه ديت، ولذلك الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش الله يرحمه احسن اليه، وهو استاذ الجيل وهو اللي خرج كل الاجيال التدريبيه في مصر تقريبا وفي النادي الاهلي، والحقيقه له الشكر الجزيل مننا جميعا على ان هو خد بايدينا جميعا في هذا المجال. طبعا عزز وساند كابتن طه الطوخي واداله الثقه وحس ان هو في هذه المواهب التدريبيه موجوده عنده، ولذلك اعطاه الفرصه ان هو يدرب فرقه في الوقت دوت. ده انا بقول لحضرتك كان فيها صالح سليم الالقاب بقى، رفعت الفناجيلي، طارق سليم، جوهري، طه اسماعيل، عادل ايكل، كل هذه الاسماء وهو طالب. يعني هو بالنسبه لي انا طالب زي بعض، لكن في لعيبه كانوا اكبر مننا في النادي، يعني كان صالح اكبر مننا، رفعت وعادل ايكل، ومع هذا كان عنده هذه الشخصيه وهذه المواهب التدريبيه اللي خلت الاستاذ محمد عبد الصالح يضع الثقه فيه، وحتى اعتقد ان هو يعني في احد الرحلات لليبيا كان هو المدرب الرئيسي اللي راح هناك، كان الاستاذ محمد عبد الصالح ما راحش فيها، وكان هو المدرب الرئيسي للفريق. والحقيقه يعني المواهب التدريبية دي برضو عملية في حاجات فيها بتنتمي للشخصية الشخص وذكاء ووعيه، علاوة على أنه بيعززها طبعا بدراسات وبمفاهيم وبخبرات، كان هو عنده هذه الأشياء، كان شخصية وما زال شخصية محبوبة من الجميع. طبعا مهم جدا أنك تبقى شخصية محبوبة وفي نفس الوقت شخصية فرض أسلوبها على اللي موجودين، مش بس مجرد ان محبوب، ان محبوب ايضا لكن محترم برضه من الاخرين، فدي نقطه برضه مهمه جدا بالنسبه له. طبعا دي نفعته في كاريره التدريبي، ولك ان تتخيل بقى ان هو درب الهلال السعودي، درب المنتخب الكويتي في اول دوره طبعاً. الخليج اللي اتعملت في الكويت وكسب البطوله فيها واول كاس ويدخل الكويت بالظبط الخليج، ايوه ثم بعد ذلك درب في كثير من مع المنتخبات، كان برضه مدربه المدرب الاول مع باندلر في قبل ما نسافر طوكيو سنه 64، وقبليه مدربين اخرين برضه، كان مجموعه كبيره مدربين اليوغوسلافيين والمجريين، ويمكن برضه من ضمن الطرائف الكويسه وعارفها كان في مدرب مجري كان يحب التورته، وكان لازم التورته على كل اكل لازم تبقى محطوط تورته او كاتوم، وفي مره من مرات الكابتن او رجاله الله يديه الصحه خبى الجاتوه بتاعه، والراجل جه وهو ما بيعرفش انجليزي كويس وقال لك واي ما التورته نو،
طبعا لو فكرنا بالزحمه. ويمكن اذكرها كابتن طه طوفي. اللي انا عايز انا برضو يعني بقول يعني فكاهه في وسط الكلام، لكن كابتن طه طوفي موسوعه كبيره جدا في التدريب، سواء في مصر او في الدول العربيه اللي اشترك فيها او مع المنتخبات او في ادارته للمشروع البراعم في اتحاد الكوره والقطاعات سنوات طويله. يعني الحقيقه خدم الكوره في مصر خدمات كبيره جدا، مش بس في الدول العربيه ولكن في مصر خدم خدمات كبيره جدا، وهو بعيد عن الاضواء. بالظبط. وللاسف يعني في ناس كثيره يعني بتأبى انها تقدم نفسها، ومن الاسف برضو ان في ناس ما بتبحث عن الناس اللي اجتهدت والناس اللي اشتغلت والناس اللي ادت وعملت لها موجود قدامها قدام عينيها بس. فكابتن طوخي اعتقد انه تاريخه الكبير كان يعني يتحتم ان يكون له شهره كبيره جدا اكبر من اللي موجوده الان، لانه لم يلقى عليه الضوء بكثره او بما يستحقه من امكانيات. وعشان كده يمكن هنا برضو دي مجال ان انا بشيد بيه وبشيد باخلاقياته ومهاراته الكبيره وخبراته اللي اعطاها للنادي الاهلي في كل الاعمار، الشباب او الناشئين او الفريق الكبير، او بالنسبه للدول العربيه سواء الهلال السعودي او الوحده او منتخب الكويت. منتخب الكويت كل دي امور، النادي الاهلي في دبي، نادي الجزيره في ابو ظبي، وده يمكن تصادف وانا موجود. انا فاكر يعني الصوره اللي موجوده دي دلوقتي كان مجموعه من لعيبه الكوره، تشوف بقى كابتن نور الداري، عادل هيكل، واحنا على الشاشه معانا صوره كده للذكريات الجميله وحضرتك كده. فدي برضو كان في براسكوس، هي كانت معموله عشان براسكوس في وسط الصوره اللي هو كان مدرب، كان لاعب الجول كيبر بتاع مصر، هو اصلا كان يوناني. يوناني هو كان يوناني بس هو اعتقد كان نسية مصريه طبعا، لا ضمير طبعا. كابتن حنفي بسطان على شماله، اعتقد كابتن زكي عثمان، الاستاذ نصر سليم، كابتن نور الدالي، كل دول، كابتن نبيل نصير، كل دول اساطير طبعا قدم في مصر طبعا. وكابتن طه طوخي برضه كان احد هؤلاء الاساطير الموجود في هذه المناسبات. وانا اعتقد انه انا بشكر قناه النادي الاهلي اللي اديته هذا التتويج الذي يستحقه. ولو احنا بنعتذر عن التاخير في 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 استضافه اسطوره كبيره زي الكابتن طه الطوخي، لكن شيخ طه طبعا احنا عارفين لما يكونوا سن واحد مدرب هو نفس سن اللعيب، ايه اللي كان يميز الكابتن طه الطوخي علشان زمايله اللي في نفس سنه ويمكن اللي اكبر منه يلتزموا معاه في التدريب ويشوفوا انه قيمه كبيره؟ نمرة واحد انه هو يعني محبوب من الجميع ومتواضع. دي نمرة واحد. فمتواضع يعني وهو بيقود المجموعة في التدريب عنده تواضع، ما بيبينش انه هو الأعلى منهم ولا هو الأحسن منهم، ولكن بيخدم بشكل جيد والكل بيحترمه والكل بيقدره. ودي طبعا سمات مش سهل تلاقيها في أي حد. طبعا. يعني من الصعوبة المكان ان تجد النقطتين موجودين، الاحترام وفي نفس الوقت المحبة. احيانا يبقى في احترام خوف، واحيانا تبقى المحبه بس وليست كافيه طبعا ان الناس كلها تنفذ. لازم يبقى في الراجل المدرب ده يبقى عنده السيطره على الموجودين، سيطره بالاحترافيه مش سيطره بالقوه وبالخناق. هو طبعا يحتوي على هذه الصفات كلها اللي سهلت هذا الموضوع. طبعا بروشيتش ده كان مدرب يوغوسلافي كبير جدا دربنا في النادي الاهلي، الطاطوخ كان مدرب عام موجود، وده يمكن اول مدرب دخل طريقه 4 2 4 البرازيليه اول ما جه النادي الاهلي في سنه يمكن 63 حاجه زي كده، 62 وبعدين مين سنه 62 يا كابتن؟ اتفضل. ده في نادي الهلال، لكن هو ده في نادي الهلال، لكن هو جه النادي الاهلي سنه 62 جه في السعوديه، ضربنا مستر برو، كان الكابتن طوخي برضه معاه، وعلى فكره في نادي الهلال هو كان معاه برضه، لان هو كان برضه شاف وشاف الشغل بتاعه اللي عمله هو في مصر، فلما راح نادي الهلال نفس الشيء اشتغل معاه. ده كان من المدربين الكبار في وقت من الاوقات، كان ماسك برشلونه بروشيتش، وكان شخصيه مرموقه جدا. فهو مرت عليه خبرات كثيره جدا من المدربين الكبار، بدءا من الاستاذ محمد صالح اولا، لان ده اول واحد، المدرسه الاولى اللي هو تعلم منها، واحنا كلنا تعلمنا منها جميعا، ومعظم المدربين من اعمارنا كلها تعلمت من هذه المدرسه العظيمه جدا. ف
ثم بعد ذلك التقاءه بهؤلاء المدربين اللي اشتغل معاهم واحتك بيهم. بس حضرتك كلمه سر كبيره في حياه الكابتن طه التوخي، لما يكون كابتن عبده صالح الوحش جاي يزور حضرتك في كليه التربيه الرياضيه ويشوف الاصابه اللي عندك، وبعدين يلاقي ناس بتتدرب فيبص كده ويلمح كابتن توخي، يعني في كده مسببات في الحب والعشره اللي بينكم اكيد تاريخ كبير. مفيش شك الاستاذ محمد عبد صالح لماح، يعني دايما بيبقى المدرب الكبير عنده عين، اما اي حاجه بيشوفها بيترجمها على طول ويشوفها امكانيه هذا الشخص اللي قدامه اللي بيدرب ده لاول وهله، او بيشوف اللعيب من اول تاتش لعبتين ثلاثه بيعرف ان ده اللعيب ده عنده امكانيه كذا ممكن ينميها، فدي كلها برضو من الصفات ان هو كان جاي لغرض معين كابتن محمد عبد الصالح، لكن في نفس الوقت شاف الكابتن طه التوخي وهو كان طبعا كلنا في دفعه واحده وشرير جنب السرير على طول في الهامبر بتاعنا كابتن عادل جزار رحمه، كنا احنا الثلاثه يمكن مع بعض باستمرار، شاف فيه هذه الامكانيه من البدايه، ودي طبعا من الخصائص الجميله جدا اللي للاسف الشديد كثيرين في الاجيال اللي بعد كده ما ابتدتش حتى تحط عينيها على مين عمل ومين اشتغل ومين انتج. وهو الراجل طبعا منطوي، ما هوش من النوع اللي يتصل باعلام ولا بيتصل هنا ولا هنا، ولذلك ناس اهملته كثير جدا واهملت امكانياته حتى اتحاد الكوره، برغم ان هو يعني اشتغل في موضوع القرارات، لكن الى الان برضه تجد يعني في نوع من انواع يعني الاهمال. انا مش عارف ازاي ان احنا بنترك اجيالنا العظيمه جدا ولا نستفيد بخبراتها، يعني عنده خبرات عظيمه طبعاً جدا في مجالات الناشئين، في البراعم، في الفرق الكبيره، في التخطيط، في الدورات التدريبيه والمحاضرات، كل هذه الامكانيات موجوده عنده، في التحليل، كل دي امور امكانياته ومعطيات طبعا. لكن الناس بتبص للنجوم الكبار الحاليين وبتغض الطرف عن الناس اللي اثرت حياتها كلها وفنت حياتها في تضحيه في كره القدم ومحاوله تطوير كره القدم في كل مجالاتها، وكابتن طه التوخي من هؤلاء الناس اللي انا سعيد جدا ان انا شايفه معاك، وانا بشكرك وبشكر قناتك. لا انا بشكر حضرتك، لان الكلام اللي حضرتك قلته يعجز الكابتن طه التوخي ان يقوله عن نفسه، وبالتالي ان حضرتك تبرز هذه السمات والامكانيات والصفات وهذا التاريخ على لسان حضرتك وبمصداقيتك الكبيره اللي بتتمتع بيها عند كل جماهير الكره المصريه، انا اللي بشكر حضرتك على هذه المداخله القيمه جدا، وانك تدي نجم كبير زي الكابتن طه التوخي حقه وشهاده امام التاريخ وامام الملايين. عايز اشكرك وعايز اقول لك موقف لا ينسى مع الكابتن طه التوخي. والله يعني هو هناك مواقف كثيره جدا كنا مع بعض فيها، و يعني يمكن مش حاضرني حاجه بذاتها، لان احنا يعني طب هو الكابتن طه التوخي يحضره موقف هو اللي يحضره، لان هو اول فكره هو بعدين لا مواقف كثيره يعني ذاكره عظيمه جدا، يمكن انا كل فتره من الفترات يبعت لي صور بتاعتنا مع بعض، أنا بتعجب، أنا ما عنديش الصور ديت، لكن هو عنده الأرشيف ده والذكريات دي كلها، وعلى فكرة في تواصل بيستمر يمكن مش عايز أقول يوميًا، إنما على الأقل يمكن في كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات بنبقى على اتصال دايمًا باستمرار ونتذكر ذكرياتنا القديمة، وأحيانًا نضحك ونتبسط على الحاجات اللي حصلت، والحقيقة أنا بتمنى له يعني طول العمر، وأتمنى له إن ربنا سبحانه وتعالى يجزيه عن كل الأجيال اللي هو اشتغل معاها خير الجزاء بإذن الله تعالى. اشكرك شيخ طه اسماعيل، واحد من اساطير الرياضه والكره المصريه واسطير النادي الاهلي، وتابعنا بقى عشان عندنا صور وكواليس كتير في هذه الحلقه. شكرا لحضرتك. شكرا يا كابتن طه.